السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جوابا عليها كتقول لك نهار الجمعة كتصلي صلاة الحاجة أو الاستخارة، واش هما بحال بحال؟ لا، صلاة الاستخارة هي لما يكون عند العبد تردد بين أمرين اثنين، مثلا واش يقدم على أمر أو يحجم، بحال مثلا الزواج غيتزوج، واش هذا الزواج فيه خير ولا في غيكون فيه شر، هنا كاين الاستخارة. أو واحد التجارة بيع وشرية، هل يقدم عليها أم يتراجع؟ ما عارفش، راسك يقول لي غير دير زعم، وراسك يقول لي اللي عندك راه واقيلا فيها المخاطر. شكون اللي علم الغيوب؟ هو الحق عز وجل. فالاستخارة تكون عندما يقع تردد بين أمرين. وعندنا دعاء خاص مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، علمنا أن نقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. هذه الصيغة ديال الدعاء الاستخارة. أما صلاة الحاجة، صلاة الحاجة أنت باغي واحد الحاجة مقصودة، ما عندكش فيها تردد، مثلا زواج، مثلا غيتزوج مع واحد الفتاة أو شاب باغا تزوج مع واحد الشاب وهي بغاتو وهو بغاها وقاصد، هنا كندير الحاجة باش ربي يكتب لك ذاك المكتب ويزيل عنك الموانع. أو عندك سفر وعندك فيه موانع في الإجراءات الإدارية، كتصلي صلاة الحاجة لكي تتمكن من السفر، أو تجارة أو بعشرة أو قضاء أي مصلحة من المصالح، غتمشي لواحد الإدارة المحكمة، غتمشي لشي مؤسسة تحصل على واحد المنفعة، وكتقول يا ربي ما عندي اللي يوقف معايا، ربي يوقف معك، كنصلي صلاة الحاجة. صلاة الحاجة ما فيهاش الدعاء بحال الاستخارة، فيها دعاء مباشر: يا ربي اكتب لي هذا الأمر ويسره لي وبارك لي فيه، يا ربي اكتبه لي ويسره لي وبارك لي فيه، وربك يقضيه لك إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.